أحوال الطقس وبالأحرى تقلباته في منطقة بلاد الشام في الأوتوكيو؟ مش عرفني. وي على العلمة، هذه هي ولا؟ والله وكيف نشوفها؟ قل لي الله يفتح عليك. حمد كثير بتنقط بعينك. عندي مشكلة زهار. مش معقول أمشي وبعدين تطلعي من وراي. في جولتنا الرياضية. وفي جولة الرياضة برشلونة يحقق فوزا صعبا. تفضل. لا. يلا طيب انا يفتح نفسي الناس الرايقه كما يقال، الناس المتضايقه لا. احدى اكبر البلدات خارج مركز مدينه الموصل وقطع طرق الاتصال بين المنطقتين. يلا سلمى. الصحفي احمد عاشور. احمد عندما قمت باعداد هذا التقرير وتظهر عمليات اجلاء الجرحى، هذا الخبر كان هناك قبل بمره. نحو مدينة الباب في شمال سوريا. صباح الخير. صباح النور، عم تسمعني انت ولا لا؟ سامعينك. ناخذ سيلفي.